الدستور المغربي دستور ديمقراطي اجتماعي. الملكية الفردية كيحميها الأسرة، كيحميها العدالة الاجتماعية في فترات، في فصول مختلفة، من الدباجة إلى آخر بناء مؤسساتي طريقة باش توضعات. اليوم في الصباح كان عندنا مجلس حكومة نشتكي، كنكونوا أطر وكيديو لينا كيجيو يسرقوا منا، كيسرقوا منا، ما عندهمش الحق يسرقوا لنا الأطر ديالنا. المغرب عنده أطر ديالو وما غاديش نسكتوا عليها، لأنه هذه الأطر نحتاجها لبناء المغرب ديال المستقبل. هي فكرية وسياسية ديمقراطية مجتمعية، ولا نرجعوا لكثير من المحطات. إذا المؤتمر الوطني في الجديدة أكد رسميا أن التجمع الوطني الأحرار بشكل واضح لا غبار عليه يعتمد هذا الاختيار الفكري الذي يزاوج بين توفير الحاضنة الإيجابية التي تسمح بتفجر العبقريات الفردية بتمكين المواطن المغربي من المبادرة من المقاولة الخاصة، مع استحضار واحد الهاجس مركزي اللي هو خميس الديمقراطية هو سلسلة ندوات يعقدها حزب التجمع الوطني الأحرار من أجل تسليط قضايا، من أجل تسليط الضوء حول قضايا ذات رهينية وعندها علاقة بالحياة العادية ديال المواطنين. ناقشنا في الندوة الأولى القانون الإطار المتعلق بالتربية والتعليم، ناقشنا أيضا الإصلاحات السياسية والدستورية في النسخة الثانية، واليوم نسلط الضوء على الديمقراطية الاجتماعية، لأن حزب التجمع الوطني الأحرار يستند على هذه الإيديولوجية اللي هي الديمقراطية الاجتماعية، وأيضا لأننا نعتقد بأن هي اللي عندها القدرة باش تعالج الإشكالات اللي كتعاني منها بلادنا. اليوم حزب التجمع الوطني هي يدرس موضوع جد هام بالنسبه للمجتمع المغربي والديمقراطيه والاجتماع. لماذا الحزب اختار هذا الموضوع بالذات؟ اولا هذا الاختيار ديال الموضوع الديمقراطيه والمجتمعيه كمحور لهذه الحلقه النقاشيه ديال الخميس الديمقراطيه راجع الى ان المرجعيه الفكريه والسياسيه للتجمع الوطني للاحرار هي الديمقراطيه المجتمعيه. إذا هناك أحزاب ليبرالية، هناك أحزاب اشتراكية، هناك أحزاب محافظة. التجمع الوطني الأحرار بعد مناقشات طويلة وعميقة عمل الاختيار ديالو الإيديولوجي هو الديمقراطية المجتمعية، ومن الطبيعي أن يعقد سلسلة من المناقشات وسلسلة من الاجتماعات والندوات الفكرية للتأصيل العلمي والأكاديمي والسياسي لهذه المنظومة الفكرية. الديمقراطية المجتمعية باختصار شديد تحاول أن توزن بين الليبرالية والاشتراكية، تأخذ من الليبرالية أجمل ما فيها وأهم ما فيها هو تكريم الإنسان، حقوق الإنسان، وتشجيع المبادرة، واتخاذ كل ما من شأنه أن يحفز على المبادرات وتألق المبادرات، وأخذت من الجانب الاشتراكي كل مبادئ التضامن والحماية الاجتماعية والحقوق الاجتماعية. النظام هذا النظام الديمقراطي الاجتماعي واش يمكنه يكون في صلب المشروع ديال الحزب ديال التجمع الوطني في النموذج الاقتصادي الجديد؟ هو جوهر مشروعنا وجوهر اختياراتنا، وكل الأفكار اللي عبرنا عليها في النموذج الثانوي نابعة من هاد الخلفية الفكرية والسياسية. هي خلفية تروم إلى تشجيع المبادرات الخاصة، تقوية الاستثمار، تقوية المقاولة، وتحسين مناخ الأعمال، ولكن دون أن يكون ذلك على حساب القضايا الاجتماعية ومواجهة الفقر وتحسين ظروف السكن وتوفير العيش الكريم للمواطنين. هي بالضبط بالنسبة للمواطن العادي شنو يفهم منها؟ الديمقراطيه الاجتماعيه هما كاين الليبراليه، كاين يعني واحد الايديولوجيات، مجموعه من الايديولوجيات، هذا واحد الخيار ثالث ما بين الاشتراكيه والشيوعيه ثم الليبراليه والراسماليه، واحد النوع من الوسط ياخذ الاحسن من الليبراليه اللي هي الحريات الفرديه، الحقوق، الحريات، الجماعات، المبادرة إلى غير ذلك، ويأخذ من الشراكية كل ما يخدم الإنسان
يعني من ما هو اجتماعي، من منظومة الصحة، منظومة التعليم، المساهمة في العمل السياسي، في تدبير الشأن المحلي، تدبير الشأن العام، توزيع الثروة إلى غير ذلك. يعني واحد المجموعة ديال المفاهيم داخل المنظومة كله لتحسين القدرة ديالو الشرائية والمستوى ديالو الاجتماعي. ماشي القدرة الشرائية بقدر ما هو توفير حياة أفضل للمواطن، حياة أفضل، حياة يعني أقل مشاكلا، تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، حقوق الإنسان. ها؟ وحقوق الإنسان. لا، حقوق الإنسان أنا حسمتها في النقاش في الأول.